تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك اخر المستجد. اذا غنواصلوا الحديث ديالنا، طبعا كاين غير كره القدم. يمكن نشاركوا معنا او ندخلوا في المنافسات ديال كاس العرش. طبعا غيبقى دائما الحديث متواصل حول ردود الفعل ديال المباراتين اللي جرى من فريق الوطن المغربي ضد انغولا وضد موريتانيا. نحاولوا نوفقوا ما بين هذا الموضوع والموضوع ديال كاس العرش. جرات البارح التاس ديال المباريات، فتح البيضاء فاز على وداد فاس، المدوجيه فاز على نادي القنطري، وامل تيزنيت فاز على اضرار سوس. اليوم عندنا جوج ديال المقابلات، المغرب الفاسي مع اتحاد طنجه، الكوكب المراكشي مع حسنيه اكادير. غدا ان شاء الله كاين ايضا جوج ديال المقابلات، اولمبيك خريبكا مع الدفاع الحسني الجديدي، المحمديه مع يوسف برشيد، ونهار السبت عندنا الرجاء مع اسفي، ثم الزمامره مع شباب بن قرير، ونهار الحد بركان مع الجيش الملكي، بركان مع الجيش الملكي، والوداد مع شاب السوالم. الى سبحان الله وقع شي تغيير في هذه المباريات، يعني على حسب البرنامج اللي عطيت انا. انا عاده لما تناخذ واحد البرنامج تيصعب علينا نبقى نتبعوا واش بدلوه واش غيروه، لانه يمكن في هذا الوقت انا ما بقيتش متبع هادشي ديال الاخبار الرياضيه، نحاول ندير تعليق على الشيء اللي تنشاهد. يعني تحولت من مقدم لاخبار لانسان تيحلل المواضيع الرياضيه، لانه كاين اللي يقدم اخبار موجودين، ولهذا بعد نبغي تنقدم شي تاريخ ما تيكونش هو هذاك، تجي شي ملاحظات لا راه بدلو. ما بقاش متبعنا واحد دار مباراه نهار الثلاث مارس قالوا سير الدار الاربع، كانت مع الثلاثه رجعت مع السبعه. على كل حال كل واحد عنده اهتمامات اخرى. على كل حال انا عطيت المباريات هما هذوك، التاريخ والتوقيت هذه اجلات، هذه راه كاين برامج اللي او كاين المواد المواعيد الاخباريه اللي تحاول من انها تعطي المسجدات ديال البرمجه. غنرجع ان كاين واحد التعليقات ديال الواتساب، يمكن الفيسبوك تنتعاملوا معهم اكثر من الواتساب، ولكن الواتساب كاين بزاف ديال التعليقات. نحاول ما امكن ندير واحد القراءه في الاغلبيه ديالها، ومن بعد نعطيو الارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبدا بالقول، كاين الامور مكتوبه تنحاول نفهم. نبدا صراحه المنتخب الوطني لكره القدم اللي مولفين عليه يلعبوا على جناح لان معدوم، لا ما صراحه الطريقه باش مكتوبه صعيب تقرا، يعني ما صعيب ما فهمش يعني شنو بغا يقصد. شوف الاخوان، معكم الحسم اكادير. دياز قبل ما يجي كان لاعبا بارزا في ريال مدريد، لكن مع المنتخب لم يقدم اي اضافه. الله، للاسف ما عرفت فين كان المشكل، واش الانسجام مع اللاعبين ام ان كره القدم الافريقيه صعبه وقويه. سلام سي سعيد، رغم اننا لعبنا في المغرب رغم غياب عامل الرطوبه لاحظنا غياب القوه في الجانب البدني المغربي امام موريتانيا، فبمثل هذه المستويات يمكن تحقيق اللقب؟ الجواب لا، بهذه المستويات ما غنديوش اللقب، يعني هذا الجواب سهل. واحد ملاحظه، بن الصغير ما عطى حتى شي كره لرحيمي، واخا تيكون يعني موضوع مزيان، شنو زعما عاوتاني بن الصغير باقي ما عرف كاع شكون هو رحيمي جا، و الا درت شي ملاحظه بهذا الشكل فيها ما فيها ما يعني ماشي تهكم، ماشي حاجه حيت ما تتقبلش. يعني علاش حنا غنبقاو دائما، وهذا هو اللي تيخلي بعد تبدا النقاش بشكل متعصب. خذ من الناس الا ما عطاه حتى شي كره، يعني ما معنيتها، شنو التفسير فين مشى بالك؟
انه بنت صغير واحد وليد عنده 19 عام ولا 18 عام لا هذا لاعب الكره وقال بانه هذاك رحيمي وعارف شكون هو رحيمي وشكون اللي كاين وشنو ما غنعطيه حتى شي كره ما يمكن كاين لعابه في مباراه يمكن ما عمره عطى الكره لواحد اخر على حساب الظروف خذ مسائل بسيطه حنا بقى نردوا البال واش عطاه ما عطاش وكاين لا ما عطاش علاش الا ما عطاش نفرضوا كاع ما عطاش شنو النيه فين واحد غادي يمشي راه صعيب علينا نبقاو نديروا التحليل بحال هذا الشكل هكا راه هادشي هذا ما تيساعدش والله ما تيساعد يعني خذوها من يقينا يبقاو تشدوا في هذه الجزئيات ونردوها هي الاساس يعني يمكن هذا واحد اللي كتب هادشي هذا ولكن حتى ذاك الواحد ما خصوش يكون لا هذا ما عطاه شاي وما دار شاي علاش ما نعرف لا يعني يكون غير يعني نقدروا نقولوا بانه تيلعبوا دابا هادي مثلا هذه المباراه الخامسه والسته وكاين تنافس نقدروا ندخلوها ما كاين مشكل حنا غنقبلوا هادشي ديالنا تنديروا به ولكن هذه اول مقابله تلاقاو بيناتهم ما عطاها شي كره ما اسمح لي الله يجزيك بخير عفاك غير ما نمشيوش في هذا الاتجاه السلام عليكم تحيه طيبه سي سعيد وكل طاقم برنامج عندي تعليق على المباراه ديال الامس هذا رايي الشخصي عندنا لاعبين ممتازين ومهاريين مستوى عالي يمكن الشكيك في ذلك خصوصا الشباب شباب عندهم طموح لكن لا يمكن ان نربي بهم في المعترك وننتظر منهم يقدموا مستوى عالي في حقائق نحن نجني عليهم هذا لاننا لم نحضرهم تدريجيا وليد هو من يحضر الجديد دماء المنتخب كان المفروض نعطي فرصه لبعض اللاعبين يلعبوا في مباريات اطول مده ممكنه ليحصل الانسجام ماشي نحكموا على اللاعبين مع 10 ديال الدقائق كل مقابله هؤلاء الشباب نحس بان باغيين يقدموا الكثير على كل حال راه صعيب غتقدم انت عندك 24 لاعب وغتعطيهم كلهم فرصه ديال انهم يلعبوا مباريات كامله ما كاينش امكانيه المدرب تيكون عنده واحد ماشي وايد الركراكي لا لما تنهضر ما تهضرش على الوايد الركراكي حيت لما تنهضر على مدرب راه ما تهضرش على مبدا ديال كيفاش الانسان يتعامل مع مدرب ولا كيفاش يتعامل مع لعاب مدرب لما تيكون عنده 24 لعاب راه ما مفروضش عليه على انه يلعبهم كاملين هو تيعطي 24 حيت القانون تيسمح له يعطي 24 النهار اللي كانت القانون تيقول 18 وفي هذوك 18 وما كانوش يلعبوا ياك المغرب مشينا لكاس العالم في 86 وجنا الدور الاول ياك جنا الدور الاول معروفه هذه القضيه هذه شحال مشاو لعب 18 لعاب ولا 19 هادشي اللي كاين وكاين اللي ما لعبش وهضرنا على علاش اللي ما لعبش علاش لما تكون النتائج تغطي على كل شيء راه يمكن لك دير 24 لعاب وتلعب غير 11 وتجيب بهم لقب ما كاينش شي واحد اللي غيجبد كلمه وحده على شكون اللي ما لعبش وعلاش ما لعبتيش راه هذا هو المنطق ديال الكره اللي كاين ويمكن لك تدي 18 لعاب معاك وتلعب سيدي 16 وما تكونش النتائج وهذاك الجوج ما دخلهمش كان يلعبوا كان امكان تكون حيت لما تكون النتيجه سلبيه تيمكن دائما عندك فين 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 يمكن لك تمس الى ما لعبش اربعه اللاعبين يقول لك لا شداهم الان الفرصه متاحه تدي 27 لعاب تمشي 27 لعاب غتمشي لكاس العالم ما تلعبش ب 27 انا قلت لك مشينا في كاس العالم 86 كاين اللي ما لعبش كاين اللي ما دخلش علاش في الفرقه اللي كتمشي صافي اش لازم نبقى نبدلو نغيرو الان حنا في واحد المرحله راه ماشي ديال التغيير راه حنا ما تنجربوش حنا هضرنا على ان الفريق الوطني فريق راه واجد خاص ترميمات كاين شي حاجه بسيطه خاصها تبدل هذا الشيء اللي كاين الناس تذكر على الخطه ديال اللاعب صحيح الان دابا انا الاغلبيه ديال التعليقات طليت عليهم هذا الصباح هذا وكلهم تيهضروا بانه حنا عندنا واحد الاسلوب واحد تنلعبوا لعبنا في كاس العالم صحيح انه الانسان خصو يبدل الطريقه ديال اللعب ونحي راه قال هذا الكلام قال بانه حنا ولينا محفوظين ما معنيش محفوظين لما تيقول من محفوظين بان تلعبوا نفس الاسلوب ما غيرنا شيء خصو يتغير لانه فرق ما بين انه انت هي غادي تلعب مع منتخبات غتسيطر على الكرة وتلعب على الحملات المضادة شيء طبيعي انه لما تيكونوا عندك لاعبين عندهم امكانيات وعندهم مهارات انه الى هبطوا 3 على 4 ممكن يخلقوا المشاكل ممكن يخلقوا الفرص ديال التسجيل 3 على 4 ولكن لما يكون عندك فريق اللي داير الاسلوب الدفاعي كما دارت انغولا وكما دارت موريتانيا تيلعبوا بخمسة ديال المدافعين قارين لعبة 4 في وسط الميدان تيمكن لك تبغي دير انت التفوق العادي
او ماشي حتى التفوق العادي، لا عمرها يكون عندك التفوق العادي لانه تسعود اللور. متى تبغي انه تهاجم خصك تهاجم باكبر عدد من اللاعبين. الا درنا خمسه وجبنا عليهم الراعي هي تسعود وتزيد انت واحد سته اخرى هي 15 لواحد، كي غدوز هذه الكره هذه؟ هنا تيبقى القضيه ديال كيفاش يمكن لك التعامل بالطريقه اللي غيشوفها المدرب، مادام انه هاد الناس هادو ما معولينش نهائيا يخرجوا من وسط الميدان ومن الدفاع، كي غدير؟ العمليه صعيبه ما ماشي غنقول لك سهله. لانتير ميلون دات بها كاس اوروبا مع 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 مع, مع, مع مورينيو، قالوا هادشي اللي كاين، سته قدامهم ثلاثه ولا اربعه بقى الدور بها حتى يصبح الصباح، راه داروا مع بارسون وقيله كاع بقى الدور حتى يصبح الصباح، والو ما حنا غنخسروا الكواري. هاد العمليه ماشي سهله. دابا لما تدار لينا حنايا خص تلقى لي الحل. شكون يلقى الحل؟ هو المدرب. كيفاش غيلقى لي الحل؟ الله اعلم. ماشي شي حاجه اللي هي سهله، متاكد ماشي سهله، ماشي اي واحد يقول لا لا لا. لما تتلعب بواحد الاسلوب واحد غيطلق لك الكره ويخليك انت الكره خذها ربح بها، ما عندي ما ندير بها، انا عندي ما ندير بها، وما عندك لاعبين عندهم مهارات، انت قدامك تسعود ديال من تناخذوا حنا الكره، من تياخذها لاعب مغربي من بعد تياخذ الكره من تهز عيني تياخذ قدامه تسعود ديال ما عمرو غادي يلقى ثلاثه ولا اربعه. هاد ثلاثه ولا اربعه غتلقاها مع الفرق اللي غتبغي تسيطر عليك، لان بعد ما غتسيطر عليك غتضيع عليها الكره، على الاقل غيبقى واحد اربعه ولا خمسه جهه المنطقه ديال الدفاع ديالنا، الى خدينا الكره تيمكن نهاجموا ونلقاو مساحات. الان هاد المساحات ما تلقاوها شيء، ماشي غنقول لك بانه ولا غنقبل بالواقع، خصك تلقى الحل. كيفاش تلقى الحل؟ الله اعلم. صعيب، انا تنقول بانه صعيب ما سهلش. شنو اللي خصك دير؟ انك خصك دير واحد الاسلوب ديال التمرير الكره القصيره كما تيديروا في اوروبا، قصيره وما تملش، ما تملش، ما تدخلش في الشيء اللي دخلنا فيه حنايا، انه منين ما لقينا شي ما لقينا شي الحل، اش غنديروا؟ كل واحد فينا بدا تيقلب على الحلول الفرديه ديالو، واحد باغي يدوز بين جوج، واحد باغي يدخل في الوسط، واحد باغي يمشي في 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 الجلب، ما بقاش عندنا واحد التصور واضح، ولينا تنلعبوا بانه كل واحد فينا خصو يلقى الحل لراسو. الحل الجماعي اللي تنشوفو انا هو انه هادوك لي بتيت باس اللي تنديرو ما بين هاد اللاعب، مادام انه عندنا لاعبين عندهم هادشي هذا، خصنا اولا لما تيكون عندك بحال الشكل خصك تتفادى داك العمليات الفرديه. علاش؟ حيت لما اللاعب تياخذ الكره وتيراوغ ما تنظنش بانه غادي يراوغ واحد وغيلقى قدامه مساحه، تلقى دائما قدامك جوج ثلاثه، خصوصا الا كانوا اللعابه ديالك معروفين. دابا حنا غير دياز النهار اللي جبناه كلشي كنعرفو، غتشد الكره يطيحو عليه جوج تيطيحوه، هادشي كان واضح. لما غيتشهر بانه هذاك بن صغير تيراوغ مزيان، ملي تيكون تيراوغ دائما واحد اخر كما تنقولوا تيكوفري على الاعلى، غدوز الاول غتلقى الثاني. اذا شنو الحلول كيفاش تكون في مثل هذه الحالات؟ هي ذاك التمريرات القصيره في داخل قرب منطقه الجزاء، تتغامر بها. ما معنى تغامر بها؟ حيت ماشي كلها غتنجح. خاصك تلعب الكره كليزيندور صغار، تدخل بالكره كما تنقولوا حنا غندخلوا بها. ولكن غندخلوا بها خاصك ما تملش، وخص الجمهور خصو يامن، ماشي تقول علاش ضاعت. راه كاين مشكل، راه دابا حنا الا بغينا نديروا هذا الشيء هذا وتضيع تضيع عليهم، خاصها تضيع، حيت ما عندك حتى شي حل اخر من غير هذا الشيء هذا. راه ما كاينش شي حل. لما تيكون عندك خمسه ديال اللاعبين مدافعين واربعه ديال اللاعبين في الوسط الميدان هي تسعود، وعاد هذاك المهاجم الاوسط تيدير البلبله عند، ما عندك شي حل، خاصك دير تمريرات قصيره وترد البال لا يديروا عليك شي حمله مضاده. التمريرات القصيره هو الحل. الا كانوا المدافعين كما كانوا ديال موريتانيا لاعبين طوال، إلا لعبتيها عليه غيردوها، والكواري الطوال في السما تنسميها أنا 50-50، إلا ما تكون 60-40، 60 دائما السباقية تكون عند في الأغلبية في أغلب الحالات تكون عند المدافع. إذن إلا بغيتي دير هذه العملية خاصك ما تملش، دير ذاك العملية، تقلب دير الكرة تجيبها، دير عملية باش تقلب باش تدخل بالكرة. إلا ما دخلتيش بالكرة ما غتسجلش، ولا غتقط من بعيد. ولقط من بعيد راك عارف، ما أنت وزهرك، يمكن لك تضرب 40 كرة وما تدخل حتى وحدة، ويمكن لك تضرب وحدة وتدخل. هذه مسألة ما حتى شي واحد ما يتحكم فيها. هذاك القطف من بعيد انت وزهرك، تيمكن لك ضرب سته ديال المرات، سبعه ديال المرات، وتيمكن ما غتدخل حتى وما غتوصل دوز حتى وحده كادري، ولكن يمكن واحد النهار ضرب واحد الكره وتدخل، ويقول لك هما عرفوا كيفاش يستغلوا الفرصه اللي تحت لهم. اذا هذه العمليه ديال يكون عندك فريق تيلعب باسلوب دفاعي، راه ما كاين حتى شي حل، هو انك تبحث على اللعب الجماعي كرات قصيره، لانه ما عندك شي حل اخر. وخص هذا في هذه الحاله هذه الفريق ما يملش، والجمهور يعني يتفهم بانه هذا هو الحل،
حيت الجمهور الا مثلا درتي اون دو واحد ما عطاش ما لا دائما ما تعطاش مزيان ما حيت ما يمكنش. والا غنمشيو للمنطلق ديال انه الفرقه ملي تاخذ الكره ما خصش تضيع ليها، راه ما يمكنش. الا بغيت تغامر خاصك تغامر، هذه هي الطريق. من غير هاد الطريق يستحيل تقول لي بانه غتلقى حلول، حيت الحالات اللي تيمكن توقع بعد نوبات في مثل هاد المباريات هو داك النظره ديال بعض اللاعبين لما تيكون مثلا شي سوء تموضع ديال واحد اللعاب، حيت لما تضغط على واحد الفريق حيت الضغط يكون مسترسل، حيت داك الضغط ديال هجوم كل 10 دقائق ولا كل 5 دقائق انا ما خدامش. الا ممكن لك بغيتي تخلق في مثل هاد المقابلات تخلق المنافيد انك خص الضغط يكون مسترسل، ما تخليش الوقت للمدافعين فين يقلب راسو فين واقف، انه خصو واحد الوقت فرض عليه على انه يعني ما بقاش عارف فين يوقف. علاش؟ لانه كره مورا كره، داكشي تسلسل، تيكون الايقاع وتيكون الايقاع سريع وتيكون الحملات مسترسله. في بعض الحالات اللاعب تيكون في موضوع في واحد الموقف ماشي هو هذاك، كمدافع ايمن او كمدافع ايسر تيكون مثلا مخلي واحد المساحات، تيجي بعد نوبات شي لاعب من اللاعبين ديال الفريق اللي تيهاجم تيبان له ذاك الثغره، بدل من انه غيمشي للتمريرات القصيره تيمكن يعطي واحد الكره، ولكن تتكون هذه غير تطلب الذكاء ديال اللاعب وتطلب انك تكون عندك القوه ديال انك تشوف الملعب كيفاش داير. اما في غالب الاحيان الا بغيتي تخترق الدفاع خاصك تعتمد على الكره القصيره، ما عدا الا عندك لاعبين طوال وبان لك بان التمريرات العاليه ذاك الدوزيام بالو يكون عندك، هذا موضوع اخر. هذا ما تنقولش بان هذه راه خطه، هذه تيستعملوها الفرق كاملين ما تبقى ذاك 5 دقائق. اما في غالب الاحيان الاسلوب هو انك تلعب الكره تحاول تدخل بها، وباش تدخل بها راه اللي تيقلب يربح 1-0، راه ماشي انه لما غدير هذه العمليه لمده 70 دقيقه ولا 80 دقيقه راه خصك تسجل في كل محاوله، لا شويه ديال الصبر. المنتخب المصري من يعرف لمثل هذه الفرق؟ اللعب ديال المصريين، عندهم لعب اخر. المصريين اللعب ديالهم عندهم لاعب المستوى التقني ديالو متوسط، منضبط تكتيكيا، قوي بدنيا، والقوي بدنيا راه ماشي بدنيا ويكون عنده قماص مزيان تيقول لك هو افضل ليه من واحد عنده فنان، ولكن يكون البدني بدنيا ناقص. ولاحظوا شوفوا اللعبه ديالهم، شوفوا اللاعبين ديالهم. يمكن تلقى حنا عندنا حتى في الكره ديالنا مدافع ايمن مدافع ايسر تلقاهم قصار ونتعبوا كره مزيان. هما المدافع الايمن ديالهم شوف كيدير في مترو 85 مترو 88، اللعبه ديالهم هكاك، البناء ديال الكره بهذا الشكل هكايا. المقابلات المودية ليست معيار حقيقي لمستوى الفرق، ولا يجب على الرئيس استماع الفيسبوك والتركيز على المسار التكتيكي. لا، ولا بد الاخذ بالراي ديال الناس، ولا بد. حنا انسان حيت انسان يكون مدرب ولا يكون كيف ما كان ماشي هو اللي غيمتلك الحقيقه، باش نكون واحد نكون متفقين، ولكن ممكن ان الانسان يسمع شي فكره ممكن تصلح. طيب كثيرين التعاليق. شنو هذا؟ سي سيباري وحمزه ايجامان ابرز لاعبين في التسديدات البعيده، وزياش غالبه عليه الانانيه ويحتكر كل الكرات بفعل الركنيات. تيقول بانه ما تيلعبش بشكل جماعي. شوف زياش اللعب ديالو عنده شي حوايج اللي خاصه به صراحه باش نكون متامع. اولا عنده رجل يسرى مزيانه، ما عندوش مشكل ديال الكونترول دو بال، هو داك الالتحامات البدنية ما عندوش معها، ولكن اللي داك النظره ديالو للملعب ماشي عند كل واحد، غير هو في شكله تيجي بك الله بحال شي واحد ما هوش انا بحال ما لاعبش. هذاك الشكل ديالو الطبع ديالو، حيت هو بالنسبه له تيعتمد على الفنيه والكره ديالو ماشي شوف غير الفرق بينه وبين دياز اللي عاد جا. دياز تحس بانه بحماس ويجري ويجيب الكره يمشي للشرط ويجي وباغي يلعب وتيزرب، وما عندوش هادشي. هذا ماشي تيعني بانه هادو كل واحد عنده
ودازوا بزاف اللعبة هكا على مستوى العالي بحال هكا هادئين في لعبهم، ولكن تيقول لك انا يعني الكره تلعبها بسميتو ماشي بالمشاعر ديالي، تلعبها برجليه، يمكن يعطيك واحد لاباس بعيده، يمكن له يسجل، انت حتى لما تسجل اهداف شفتوا التعبير ديالو، خذوه بهذا الشكل هكايا، هكا ناخذوا زياش ما ناخذوش عاوتاني نطردوا شي واحد بالشكل اللي تنبغيه. وحنا صراحه حنا تنبغيو داك اللعاب اللي تنحسوا به من دافع الحماس والجرعه، ولا ما الطبع ديالو هكاك، الطبع هكاك راه ماشي هكاك باش تبع بالملايير تشيلسي، وماشي بحال هكاك يعني تيربح الملايير، تيربح لانه عارفين القيمه ديالو، ماشي عاوتاني حنا اي واحد لا. انا تنقول لكم خذوا غير واحد القضيه، راه الا شفتوا شي لعب تياخذ يعني الملايين الى ما الملايير، راه خصنا غير نستافدوا منه، لانه راه سهلوا عنا الامور هذوك، سهلوا عنا الامور هذوك الناس، راه قال لك هذا غير خذوه، راه هما اللي تيخلصوا ماشي حنا، هما اللي تيخلصوا، هما اللي عارفين القيمه ديال اي واحد، اي واحد اي واحد هذه خذ، بحال اللي تجيب لك شهاده عليا تيقول راه جابها من السوربون، ولا جابها من المدارس العليا، ما تقولوش لا خصني نختبرك، لا انت جيت معك مرحبا، راه كذلك حتى هما راه ما تيعطيوش شي حاجه بلا ما يكون عندهم اليقين التام على انه هذا يستحق هذا الشيء هذا. الارقام للتواصل مع البرنامج 0526 666 0566 0566 0566 0566 0566. ناخذ سي ايوب من تارودانت. سي ايوب مرحبا. رمضان مبارك علينا وعليك. كنحبك بزاف سي سعيد، حبك الله. علامات العالم الرياضي، الله يطول عمرك اسي، العالم الرياضي تحشنا هذاك البرنامج الصراحه. يلا سي ايوب مرحبا، تفضل. سي سعيد حنا نهضر على المنتخب الوطني. يلا غير بسرعه عفاك، لان الطريقه باش تهضر بحال غنهضر انا وياك حتى للثلاثه. مرحبا ما عجبنيش الاخوه صراحه، وسمح لي الهجوم اللي داروا الناس على السي وليد الركراكي الصراحه ما عجبنيش، لا في مواقع التواصل لا في الاعلام، الانتقادات صراحه بطريقه صراحه ما عجبتنيش. ايوا غير الحب ديال الفريق الوطني، الحب ديال الفريق وما كاينش الربح لواحد تيكون شويه مقلق. لا ايوا احنا الصراحه في المغرب انا تنظن ما عندناش ثقافه ديال نصبروا على المدربين. صراحه المدرب خصنا نشوفوا غير التجربه ديال المنتخب السنغالي، ماشي غير جا ونجح. اليو سي سي راه صبروا عليه راه سنوات. ربما راه تقصى جوج المرات من الدور الاول في كاس افريقيا. ومن بعد راه نجح، راه شفنا شنو دار. وصل للفينال في القاهرة مع المنتخب الجزائري، ومن بعد وصل للفينال مرة أخرى في ربما الكاميرون ودى اللقب. يعني خصنا نصبروا شوية على السي وليد إن شاء الله ويكون خير إن شاء الله. شكرا لك، شكرا سي أيوب. مرحبا. شكرا لك سي البشير من دار بوعزة. سي البشير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بخير لاباس. الله يبارك فيك. بخير الحمد لله. الحمد لله. بالنسبه للمستوى ديال الفريق الوطني في التقهقر. في؟ التقهقر. التقهقر. تراجع. تراجع. بخير. على علم كيظهر لي انا ان اللعابه يمكن كثروا من الحريه ونزلتهم من ركابهم ما بقاش يتحركوا. ولا لا؟ ولا ما انا ماكنش نهضر معك انا بالحريره في على الفريق الوطني. ايوا الله هذا الشيء هذا ما كان. يلا شكرا سي البشير، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طريقة السي عايز يقول طريقة لعب واسلوب ونهج النقيب الوطني السيد وليد الركراكي صبح في عيون جميع الخصوم، كتاب مفتوح وسهل قراءته تكتيكيا. شوف يعني كيف غنسميها؟ هذا الاسلوب ديال وليد الركراكي راه غيكون صالح لما غنلعبوا مع اي فريق يعني عنده رغبه باش يفوز، باش حيت باش ما نقطعوش الشك باليقين، باش ما نبقاوش نقول بانه لا هذا اسلوب. فين عندنا فين عنده دابا خصو يلقى الحل، خصو يلقى الحل لما الفراقي تيقول لك اودي انا ما معولش، انا باغي غير التعادل وغادي نبقاو باغي نشمت، ماشي حتى باغي نهاجم، باغي نشمت في شي كره هاكاك تضيع لشي واحد فيكم ونديها شي واحد ونهاجم غير بواحد ولا بجوج كما دارت موريتانيا. هذا هو فين تلقى الحل. اما الفرق اللي غنلعبوا معاهم يعني اللي حتى هما باغيين يربحونا، راه ما تنظنش بانه غيكون عندنا اشكال. وإذا كان عندنا اشكال في هذا الباب هذا تيظهر لي بانه القضيه ما نقولوش كاين فريق وطني، كاين لا لا، لما غتلقى فريق
يهاجم بربعه ديال اللعابه ولا بخمسه وصديع له الكره وتاخذها نتايا وتمشي وتلقى قدامك خمسه ولا سته، في هذه الحاله هذه ميمكنش باش تلعب، ميمكنش باش تلعب الكره، ميمكنش يهبطوا اربعه على خمسه وما يلعبوش الكره. اللي صعيب هو انه لما تاخذ الكره تلقى قدامك 11 واحد، هذا هو فين لقى الحل. دابا حنا تنذكروا على الفرقي، ويمكن خليني نقول بانه المدرب ماشي خطا، خليني نقول منه خطا، لانه قال؟ قال بانه انا بغيت نلعب مع انغولا ومع موريتانيا باش نشوف كيفاش يمكن لينا نتغلبوا على فريق اللي تيلعب بتكتل. ها ما لعبنا ما استفدنا حتى شي حاجه للمباراه ولا للمباراه الثانيه. كون كان لعبنا مع شي فريق اللي غيبغي يربحنا، كون جات السنغال ديك الساعه غنشوفوا، غنشوفوا المدافعين ديالنا كيفاش دايرين، وغادي نشوفوا الهجوم ديالنا كي غيدير مع مدافعين، وتشوف مقابله ممكن يمكن هو بحسن النيه قال بهذه القضيه غنشوف، ولكن الا ما كانتش النتيجه رجعتنا سلبيين. احنا رجعنا بانه حنا اللي غالطين وحنا هو اللي غلط. هو لعب مقابله مع شي فريق يبغي يهجم عليك، يهجم عليك باربعه ولا بخمسه وطول تهاجم وتلعب مقابله تسالي بجوج لجوج ثلاثه لجوج، وخا تخسر حتى ثلاثه لجوج نقدروا نقولوا بانه على الاقل الهجومات ديالنا ودرنا تسعود الفراش جنا جوج. اما بحال دابا هكا يا شي فريق ودار لك 11 لور كي غد ما عندك كي غدير في نهايه المطاف. يعني الاسلوب باش لعبنا خلى الناس تشك في القدره ديال الفريق الوطني. عندي السي حسين والسي عبد اللطيف والسي يوسف والسي رضا. اذا السي حسين بسرعه عفاك. مرحبا السي حسين. السلام عليكم السي سعيد. وعليكم السلام. مرحبا. يحفظك ودي السي سعيد. بالنسبه لي السي سعيد المشكل دابا ديال الكراكي هو انه دخلوا عليه الامور، دخل عليه الامور انه بغى يجرب، بغى يبني فريق وبغى يوجد فريق للمقابله ديال زامبيا، وخدم شي اوتوماتيزمات. كثر عليه كل شيء. اكثر عليه ذاك بحال قلت داخلوا لي ذاك الشيء، بغى يدير العزوزي وريتشاردسون، بغى يدير بغى يجرب شي حوايج الماتش ديال زام، كيفكر الماتش ديال زام بيها ما كاينش مرابط. بغى انا كنظن هو اللي دري كريك راه عنده واحد 11 دماغه كاينه كيما هضرتي عليها انت، الاساسيه اللي كيبقاو اساسيين اللي كيساعد هادو ما غنذاكروش عليهم. غير دابا انا الاشكال اللي كان كيكون هو دابا ان بحال دابا عنده واحد المشكل هو دري كريك اللي كيهضر عليه، جا كره 40 مليون مغربي اللي سولتي غيقول لك المشكل ديال الكراكي هو ديال الخطه، انهم تغيرت الخطه. الخطه اللي كنا لعبنا بها الفرق اللي كيلعبوا ديفونسيف وحنا كنلعبوا حنا كنلعبوا ديفونسيف والفرق اللي كيلعبوا اوفونسيف في السعيد كنكونوا حنا كنقولوا حنا كنربحوهم هذه التجريب، ولكن الفرق اللي كيرجعوا لنا لورا في السعيد بحال دابا لا شفنا ذاك لا شفنا المنتخب الموريطاني ذاك الخطه ديال الغلف اللي كان كيقول اللوزاني الله يرحمه الله يرحمه اييه هذيك ديال الغلف هي اللي كانوا كيديروا. بحال دابا الرحيمي اللي شتي سعيد بحال دابا الرحيمي واحد 50% ديال الامكانيات ديالو حيدناها ليه. ربطناه ما شتي معايا الرحيمي سي سعيد الرحيمي لاعب ديال الكوطي وكيطلب وكيبغي الكره في المساحه. دابا حنا كنقولوا دابا كما كتقول انت سي سعيد دابا حنا بغينا نلعبوا الرحيمي في الكوطي. انا كنفضل سي سعيد واحد القضيه، انا كنفضل يدخل نصيرو ولا كعبي افا سونتر. انا شي رحيمي غير نخلي بونتوس ماشي مشكل، ندخلو عاوتاني في السين اش غادي نقول؟ غنقول الرحيمي غير ينفع لي في الدقيقه هذو، ربما ملي كندخلو راه غيعطيني البلوس ماشي غير. دابا هو المشكل ديال الكراكي عنده مشكل في افا سونتر، بغى يجرب جميع الحلول. قال مادام عطاني هدف الماتش ديال انغولا راه نجرب يقدر يعطيني ولا غير كيجرب. انا نقول كيجرب نقدر نعتمد عليه. دابا هذا هو الاشكال اللي طرح فيا الكراكي، ما عرفناش سي سي اوفو ستيران باش هو ستيران سي سعيد. انا كنت كنفضل لانه يكون مرابط ويكون معاه هذاك ريتشاردسون، يكون واحد الجري ولا اوناعي والعزوزي هذوك ما نحيدوش ما نضعفوش الفرقه ديال واحد الدرجه. الوسط كله تحيد، الوسط كله تحيد حيت دابا مين هو كل شيء سي سعيد علاش؟ دابا اللعابه ديالنا سي سعيد شنو بان لك فيهم؟ كل شيء باغي يدير النمره ديالو، كل شيء باغي يدير النمره. علاش شتي ذاك بن صغير كيشدها؟ سي حسين تحية طيبة سي شكرا لك بارك الله فيك. الرسالة ديالك وصلت. سي عبد اللطيف مراكش. سي عبد اللطيف رجاء الاختصار الله يجزيكم بخير. سي عبد اللطيف مرحبا. مساء الخير سي سعيد. مرحبا سيدي. يمكن لي ندخلها سي سعيد بالنسبة لسي وليد. كيبان لي بحال بدات ياكل من الزاد ديالو. ياكل من الزاد ديالو، وضح لي شوية. داك الشيء اللي خبى لدويه الزمان ذاتي ياخذ منه. اش اللي بغيت نقصد لك؟ انا بالنسبه ليا وليد كراكي في 3 شهور تقريبا قبل كاس العالم تعين مش حقق نتيجه مزيانه، ولكن الغريب هي ان من بعد عام ونص ولا عامين ما قدش يكون فريق. يعني كيفاش نجح في 3 شهور ومن بعد عام ونص ولا عامين غادي الشعبيه ديالو تتنقص وغادي وكيفلس؟ ده هو الاشكال ديالو. ولكن كاين شي مسائل طاح فيها، الاخطاء اللي طاح فيها
الا لاحظتي معايا نبداو من الماتش الاول اللي لعب واحد الماتش اميكال لعب شي ثلاثه يمكن قبل كاس العالم اول ماتش لعب مع الشيلي تقريبا ياك اسي طيب اييه اللي ربحوا 3-0 انا تيبان لي هذاك اول ماتش تيك اللي لعب تيك الساعه مازال لي الله تلاقى مع اللعابه يعني كلها تيك 11 اللي كان تيلعبوا مع واحد وهذا الشيء لعبهم يعني عطاو ماتش واش تذكر معايا سي سعيد لا والله دابا انا عاد رجعتيني خصني نرجع ونبقى نفكر الماتشات اللي لعبنا وانا ما تنبقاش عاقل على هذا الشيء هذا المهم عقلت على ماتش لعبوه مزيان وربحوا 3-0 لا خليني دابا انا خليني في هاد الجوج اللي قراب بعدا نعرفهم اعطيني اعطيني الملخصات ديال داكشي اللي عندك اعطيه لي في هاد الجوج اللي شتي هنا وفين بان لك كاين الخلل دابا هو كان عنيد على شي اخطاء وعلى شي لعابه خصو يلعبهم رغم الظروف كلها يعني كي عندهم فرقه كي مصابين كي ما مصابينش ضيع الوقت بزاف فاش مشى لكاس افريقيا اصطدم بالحيط فهمتيني عاد فاق فاش جا ثاني الجمهور كله ما مش كان شي واحد كريتيكا شي لاعب لان وليد هو اللي كان خطا بوفالي لاجا الخطا ديال وليد يعني ماشي بوفالا عيان ما كانش في القومه زياش ما كانش في القومه مزراوي ما كانش في القومه يعني هادو اخطاء ديال وليد يعني ما كاين لا شي يدخلوا الشك ويبقى يجرب راه عنده شي لاعب يعني ماشي في القومه يعني غنقلب على ثلاثه ديال لي بوست اللي خاصين قلب الهجوم عانيد ما بغاش يجي بحال الحمد لله لان في كاس العالم ما يصلحش الحمد لله في افريقيا فاش نوليو حنا مدومينين وتلعبوا حدا الماما ديال الخصم خاصنا واحد اللاعب اللي تيفيني ما محتاجينش لهذاك الجهد البدني ديالو هادشي والحمد لله بويسون الا لاحظتي في 18 تبارك الله عليه ما تي يعني في بلاصتو ما تيديوليش كوتو يعني تيشدها يضرب راس يضرب رجل يدير بحال رحيمي ثاني هو جايب جوج المهاجمين جايب النصيري وجايب الكعب وفي الاخر دخلوا الشك ثاني حيدهم بجوج ودخل واحد اللي هو جناح بحال بحال سميتو يعني ضعفوا وبحال كنا لاعبين ناقصين بلعب انا بالنسبه لي رحيمي خصنا نكون ما كانش ولا يكون في هذيك البلاصه لان هو ما خصوش يشد الكره واحد الكور خصو يشدها بعيد عادي يحطها عادي يتبعها يعني عنده القوه ديالو في السرعه ديالو فاش تيحط الكره قدامو تيمشي تيولي بويسون تيشوت مزيان تيجري مزيان تي اتاكي مزيان ولكن فاش نحطو قلب الهجوم راه ما يصلحش بحال لاعب ناقص بلعب والوسط الثاني سي سعيد الوسط ما خصوش يدخل بحال ريشاردسون وسميتو التالي دخل في بلاصه المعرض يعني بحال دخلتي واحد وسط ميدان جديد يلا تيقلبوا على بعضياتهم اش خصو يدير؟ خصو يدخلها واحد يا سي سعيد واحد منهم واحد منهم لان انت جايب ابراهيم جديد ريشاردسون جديد سميتو مشات لي السميه ديالو عزوزي العزوزي حتى هو جديد وزيد عليهم بن الصغير جديد وزيد حسب رحيمي جديد يعني انت وليتي فرق اخر يعني كي غادي تخلق هذاك الانسجام وهذاك التوازن يا سي عبد اللطيف يا شكرا واللعابه نعم نقطه اخرى لا بسرعه اخوتي لا الاخوان تنتظروا هذه وما عندناش الوقت بزاف المهم اللي بغيت نقول لك هي ان اللعابه اللي مدخل ما عاطيهمش خطه ما مطابقينش على خطه حتى واحد ما تعرف الاخر شنو يدير في راسو صحيح يعني ما كانوش ملتزمين الانسجام كان غايب نهائيا شكرا سي عبد اللطيف شكرا من لا ما كاين مشكل انت اللي سمح لنا حنا نحاولوا نفتنوا الناس باش يسربيو سي يوسف من الدار البيضاء وعليكم السي سعيد رمضان كريم الله يبارك فيك بارك الله فيك بارك الله فيك والطاقم التقني المرافقين في هذه الحلقه عندي نقطه واحده نهضر فيها على قضيه المنتخب انا بالنسبه لي رايي الشخصي انا كنظن وليد خصو يراجع الاوراق ديالو قبل فوات الاول حيت حنا ماشي في مباراه نبقاو نجربوا نجيبوا هذا ونجيبوا هذا ونجيبوا سي يوسف غتسمح لي غندير واحد التدخل لانه هذا الكلام بحال هكا تنبغي نفهمه مزيان هذاك مراجع الاوراق ديالو بانه انتهت المهام ديالو وانتهت انا ما عنديش انا حاولت في الاول لا انا ما قلتش انتهت المهمه لا 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 قول لي بغيتي غير خليني نكلك في الفكره ديالي وجاوب المدرب سي يوسف باقي ما قلتلكش الفكره ديالي أنا نقول لك فكرة اليوم عندك الوقت اسمع لي الله يسر عليك إلا عندك إلا سمحتي لي لا حاشا فوالا على راسي وعينيا إذن هذيك راجع الأوقات الأوراق ديالو بغيتك تقولها لي كيفاش فهمتي أنت المقابلة قلت أنا
انا ملي جيت في البدايه ديال البرنامج حاولت نقرا، قلت اودي بانه الانسان تيلعب في الدفاع، ها اللي خصو يدير، خصو يدير حمله، خصو يدير عمليات ثنائيه الى بغى يدوز، نقلب تنقول ها اللي قصيد المدرب. انا ما جيت قلت انا على المدرب يراجع الاوراق ديالو سكت، لا انا تنبغي نسمع الاراء ديال الناس، يعطيني حلل مثلا فلان علاش 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 لعب رحيمي، واش يبغي الكره ياخذها هو في ظهره للحارس ولا تيبغي ينطلق من الخلف، خصني قراءات بهذا الشكل هكا. يلا يسر عليك. انا سي سعيد القراءه ديالي اياه وخلال يعني الخبره ديالي المتواضعه، يعني انا عندي 56 سنه. مرحبا، ما كاين حتى مشكل، ما تكون عندك 26 تكون عندك خبره، ما كاين حتى مشكل. مرحبا، تفضل. انا علاش هضرت على الاوراق، هو عليه ان يحسن قراءه الخصوم. بحال انت شخصو يدير مثلا، انت اعطيني رايك شخصي. مثلا انت موريتانيا لعبت مع مالي، خسرت مع مالي في التيران ديالها ب2-0. ما كاين فين اللي خسروا؟ خسروا في تيرانهم. فين؟ في موريتانيا. علاش خسروا؟ علاش خسروا؟ علاش؟ لان مالي المدرب مالي عرف يقرا الخصم. ماشي عرف يقرا الخصم، لانه الموريتانيين كانوا تيقلبوا يربحوا وتيخليوا المساحات موراهم. زيد اسيدي. متفقين. لان كنا لعبنا مع موريتانيا يمكن في موريتانيا نربحوهم، غير زيد. نعطيك باش ما نطولش على الاخوان اللي كاين مشكل اللي كيتسناو. بالنسبه لي انا نوظف اللاعب في المكان ديالو اللي غيعطيني، لان انت دخلتي رحيمي حطيتيه في لاكش وما كيلعبش لاكش. دابا يعني حيت رحيمي يلعب مهاجم اوسط، داك الشيء باش الفرقه ما دارتش. ماشي غير رحيمي، لا ماشي رحيمي. دابا نعطيك غير مثال، انا نعطيك غير ضربه الاخطاء. واحد ضربه خطا في الشوط الثاني مشى ديار. انا ما فهمتش انا علاش جا راح هذا حكيمي جا عنده. لا عطيها لي انا نضربها. انا هو علاش كيدير يوسف. انا مزوق فيك، سمح لي انا الى 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 راسي ما قبل لي شي حاجه. يعني واش دابا انا تنذكر على كيفاش لعبنا مقابله وعلى ضربه خطا. انا ما تهضرش على ضربه خطا جا لعنده. هذا الشيء هذا جزء من الكل، هذه حاله واحده. الله يسر عليك. وسمح لي الاخوان، راه ماشي انا تنتناقش، تنبغي باش نتفاهموا. لا متفق. لا لا لا، احنا نستافدوا منك، احنا نستافدوا حيت هو برنامج نقاش في الرياضه. أيه. يعني كنستافدوا. انا بغيت نفهم، يعني نقدر انا نقول شي حاجه يمكن ماشي هي هذيك، انت غتكمل لي غنستافد، او نقدر نقول انا شي حاجه انت غتستافد منها. حاجه واحده، زياج الدور ديالو في المنتخب ديال المنتخب الوطني حاليا ما كيعطيش حلول. أنا لاحظتها لا في المباراة الأولى ولا المباراة الثانية. يعني وضيع كواري بزاف. كواري بزاف ضيعوا. هذه نقطة. كان يدخل لعاب اللي غيعطي اللي غنستافدوا منه. لأن الزياد ملي كيشد البالون كيتقل بزاف، يعني لادفيرس ديالو كيرجع يتقاد، إذا كانوا 4-8 هذا إشكال. صحيح. ونحيدوا العاطفة السي سعيد. صافي. لا بغينا نمشيو لقدام. يلا سي يوسف، شكرا لك. نمشي عند السي رضا متبارة. سي رضا مساء الخير. مشى السي رضا، مشى عند السي حمد من اكادير. السي حمد مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا. احتراماتي سي سعيد. مرحبا سيدي. انا سي سعيد، المقابله يعني هي مقابله اعداديه تجريبيه وديه وحبيه. اييه. يعني عندها الايجابيات كثار سي سعيد. وفيها السلبيات قليله بزاف. وحده اللي واحد السلبيه اللي ما عجبتنيش فيها. نبدا السلبيه سي سعيد. سلبيه ماشي نقولها سلبيه، انا واحد السلوك الرياضي داروا وليد الركراكي، يعني في وسط المعسكر سي سعيد جيب انت تعيط على المهاجمين، سميتو جوج المهاجمين الاوسط وفي وسط المعسكر طيح من قيمتهم، يعني هذا يعني اللائحه راه انت اللي درتيها، وحنا قلنا قبل باللي راه الكعبي والمصيري راه ما داخلينش في المنظومه الهجوميه ديالنا، ولكن في وسط المعسكر طيح منهم وتجيب ان بلون بي سميتو، هذا يعني سلوك غير رياضي. يعني بالنسبه لي ايجابيات السعي كثيره بزاف. اولا في هذه المقابله هذه ربحنا واحد اللاعب اللي كيقص الخصم، ربحنا الخليفه ديال بوفال، ربحنا الخليفه ديال سيس، لاعب يعني نتقن الضربات الراسيه في سميتو في واحد المربع صغير، يعني في وسط السحاب، يعني كيذكرنا بويول والمدافعين اللي كيفكوا الفرقات ملي كتكون تصعصع المهاجمين. ربحنا يعني عطيه الله، يعني مدد في المكان ديالو، البديل ديال امراض في المباراه المقبله، يعني بزاف د الحوايج سعيد ربحنا، شي سعيد ربحناهم، ولكن للاسف هذه 40 سنه كان الديسكور كنسمعوه، يعني الاشخاص هما اللي يتبدلوا، وهذا الشيء يعني انا غير راضي على هذا الشيء السعيد، لان فريق هادف غادي مزيان، والمدرب
عادي غادي بواحد المشروع اللي تشوف تبارك الله سي سعيد اي 15 دي اي 20 دي 18 يعني جات انا غير ايدامان لعب الهداف ديال الجيش الملكي ضرب واحد البار واحد الكره في ضرب بارا من سميتو من يعني 35 متر ضرب واحد جوج بيوتا يعني هذا الغلط اللي كان كان ايدامان يكون بلاصته واحد من المهاجمين سي سعيد وخصوصا اللي غايصلح تعيد انت للمتفرقه سي احمد. شكرا سي احمد، شكرا لحمد، بارك الله فيك. سي مصطفى مكناس، سي مصطفى مساء الخير. سي سعيد مساء الخير. مساء النور. وهذا التساؤل اللي كنا نتسنى قبل سي سعيد هو واش وليد الركراكي يقدر يصمد امام هذاك الكم ديال الانتقادات باش ما يسقطش البطوله. فاش كتجي كتشوف المنتخب الوطني سي سعيد كتشوف عندك واحد الكم ديال اللاعبين قل ما توفر لاي مدرب، لانه حنايا هاد الساعه هادي كيحز في النفس انك كتجيب لاعبين كتمشي كتجيبهم من اوروبا وكتمشي يعني وما كتعرفش تستغلهم. يعني اللي مشكل عندنا الساعه هو سوء الاستغلال ديال اللاعبين. راه ملي كتجي كتشوف السي سعيد واحد بحال دياز كتجي كتشوف لي واش حنا غادي نبنيو اللعب على دياز؟ الا كنا غادي نبنيو اللعب على دياز هنا المشكل راه فين كاين في التاكتيك ديال وليد. يعني حنا كنشوفوا 75% ديال لا بوسيسيون دو بال ديال كونتر انغورا وكونتر موريتانيا. يعني هما داروا ليه شنو داروا ليه؟ داروا ليه اللعب اللي حنا كنا موالفين كنديروا اللي درنا في كاس العالم. اللي كتشوف بوزيسيون دو بال وكتشوف العمليات ديال سميتو، العمليات كلها ثقيله 75% اش كنا كنديروا بالكره. صافي راه كيف ما قال الاستاذ اللي داز قبل اننا ربحنا لاعبين، ولكن راه الكيفيه ديال الاستغلال ديال هاد اللاعبين هادو. وحاجه وحده سي سعيد كنعاودوها لانه خصنا واحد التوابيت ديال المنتخب نكونوا عوالين عليها، الجامعات السعادي او حتى المدربات السعادي باش نبقاو كل مره نعيطوا للجوار اللي بان نمشيو نعيطوا لراس الصالح حبسوا هذا الشيء هذا. كنستغلوا على الاقل هاد اللاعبين اللي جبنا هاد الساعه هادي، بزاف ديال اللاعبين اللي مازال ما لعبناهمش كنشوفوا اخو ماش كنشوفوا دياز كنشوفوا كلشي. بالنسبه للاعب دياز سي سعيد راه خاصك تبقى بغيت تبني عليه اللعب خاصك تبدل التكتيك. فاش كتشوف مثلا ميسي مثلا في العهد ديال البارسا، العهد ديال البارسا ميسي ما كانش يكون لاعب كبير لو انك ما وفرتيلوش واحد المجموعه ديال اللاعبين بحال تشافي بحال انيستا بحال هذه. كتشوف دياز كيمشي بالكره كيدخل، حنا ربحنا لاعب اللي هو كيبينيتري الضغط بوستاك، ولكن شكون اللي غادي يلعب معاه الكره؟ كنشوفوا زياج الماتش الاخراني ديال موريتانيا مايل للجهه ديال اليمين بحال اللي ما كاينش هنا يعني هادو هما الحوايج نقدر نقول لكم. السلام عليكم. شكرا لك سي مصطفى. سي انس من الدار البيضاء. سي انس مساء الخير. مساء الخير. الله يبارك فيك يا سي سعيد. بارك الله فيك سي، بارك الله فيك. الحمد لله. الله يبارك فيك. سي سعيد انا اللي كيبسطني مع سي وليد هو الفرق ما تيبان لي انا ما عندوش ان فون دو جو. يعني مثلا من كتفرج منتخب واحد اخر مثلا كرواتيا، حيت حنا دابا في واحد البوزيسيون اللي كيسمح لنا نفسنا نقاطعوا كرواتيا كيبان لي ان فون دو جو. يعني غيمشيو غيلعبوا ولا التوغلات غيلعبوا ولا الاجنحه من بعيد، عندهم حلول كثيره. وما كنظنش كاع واش منتخب كرواتيا ما حيدنا مورديش، ما كنظنش ان الاخرين عندهم امكانيات اكثر من اللعابه اللي عندنا حنايا صراحه. فكان كيبان لي مشكل كاين في التوظيف ديال اللاعبين، وكاين حتى في الضعف التكتيكي. يعني شحال هذه في كوب دي موند كان تيبان لنا ان الخط اللي ضعيف بكل صراحه، واخا بوجود نصيري كان تيبان لنا الخط اللي ضعيف هو الهجوم بعدم استغلال الفرص، كان شديده. المهم كان دابا كيبانوا لي كاع الخطوط مفككه من الدفاع الوسط الهجوم، كيبان لي كاع الخطوط ما كاينش الكيليب، ما كاينش الربط ما بين الخطوط. يعني متفق معك جمله عند وركريك، واش هو كما قالوا الناس اللي قبل واش هو كان تيفكر في ماتشات اخرين كيفكر في لازومبي ولا شي حاجه فهو ارتبك. وربما حتى الخيار ديال هاد المنتخبات هاد النوع ديال المنتخبات ماشي. وكاين واحد التي ديتاي سي سعيد، هذاك السيد اللي كان داز قبل دوا على شكون اللي كيسدد المخالفه، واخا هو واحد ديتاي اللي هو صغير ولكن تيبين مدى التخبط ديال اللاعبين. انت اونترينور كتقول لي اسمح لي انت اللي غتيري الاول، انت اللي غتيري الثاني، انت تكون معروف هذا الشيء، ماشي اي كوفراجات كيمشيو لها ثلاثه اربعه. فهذا تا هو امتي ديتاي، ولكن تيبين ان راه شي امور خصها تتقاد. شكرا سي انس. الله يبارك، بارك الله فيك. شكرا لك. سي عبد المجيد من مراكش. سي عبد المجيد. مساء النور سي سعيد. مرحبا انا سيدي. هاد المقابله نتاعت موريتانيا في حد ذاتها كتبقى مقابله وديه. الاخطاء اللي كانوا فيها بعد موريتانيا لو كان ماتش رسمي يعني ثلاثه اللعابه كانوا غادي يخرجوا بالحمراء، لان كانت خشونه كبيره. داكشي كان شويه خايب. ثانيا كانت جوج نتاع ضربات الجزاء ما تعطاوش، يعني كون كانت مقابله رسميه غادي يرجعوا للفار غادي يبانوا.
بون من غير هذا الشيء هو بانه الخط نتاع الدفاع ما تجربش لانها لا ضد انغولا ولا ضد موريتانيا ما جربناش ما عرفناش المستوى ديالو. الخط نتاع الوسط في موريتانيا في الماتش تاع موريتانيا كان يلعب امرابط مع العزوزي في شوط ولعب ريشاردسون مع اوناحي في شوط لان وسط الميدان راه هو القلب النابض نتاع الفريق هو اللي توصل. بالنسبه للهجوم الهجوم يعني كانت الفرضيات كتطغى على اللعب الجماعي يعني ما كانتش شي حاجه اللي تقدر توصلنا للمرمى يعني ما كانوش الضربات خارج المنطقه نتاع 18 متر ما كانوش بناء اللي هو سميتو وموريتانيا كانت مكتله للدفاع يعني مستحيل باش تماركي الا ما تيريتيش من بعيد ما عندناش حنا اللي كيتيري من بعيد. بون هادشي اللي بالي وهادي كتبقى مقابله يعني مقابله اعداديه الطاقم التقني والركراكي وهذا يعني عرفوا تيعرفوا ما تيدرسوا مكان الخلل تيدرسوا النقاط كلها يعني عارفين المسائل ديالهم نخليهم يخدموا ونتمنهم الله الخير. شكرا سي شكرا سي عبد المجيد بارك الله فيك. سي عبد المجيد كان اخر متدخل بالمناسبه باش نديروا قراءه اصحاب الاخوان ديال الواتساب. السلام عليكم. الاخ تيقول كان صياما على الصعيد الديني والرياضي لنهج التكتيكي وليد كان عقيما رغم الزخام في المواهب التي تشكل المنتخب باختصار ركراكي شرب من نفس الكاس التي اذاقه الاخرين في كاس العالم. تيقول بالدارجه وليد تفلي الحساب. لا شوف دابا انا حيت هذه الخلاصه 100% الكلام تيكون خلاصه ديال اش؟ ديال واحد القراءه قراءة ديال المقابلة. أنا المباراة قلت كيفاش كان خصها تلعب من وجهة نظر ديالي أنا. وجهة نظر ديالي أنا تنقول بأنه لما تيكون عندك فريق بهذا الشكل نحاول نلخص باش نختم بهذه المداخلة. حيث لما تنقول المدرب ما داش وكان خاصو وكان خاصو وكان خاصو راه حتى أنا تنبغي نستافد شنو كان في مثل هذه الحالات. ماشي لا النهج التكتيكي كان خاصو يغير. شو يغير شو خصو يدير؟ خاصو يغير لا كان خاصو يبدل المنظومه والتكتيك ويبدل لا ما خاصها هذا الشيء هذا راه مسائل تقنيه الواحد اللي غيكون فاهم خاصو يقول اودي شخصو يدير؟ اش خاصو يدير؟ في مثل هذه المقابلات لما تتكون عندك فريق داير دفاع خط دفاع فيه خمسه ديال اللاعبين صحاح طوال بدنيا رجل لرجل صعيب تيتاكليو مزيان كما دار الموريتانيين كانوا مزيانين واقفين مزيان وبدنيين صحاح خمسه ديال المدافعين وما تيقول لي اربعه وخمسه ديال اللاعبين ديال الوسط بحيث انه المساحات كانت قصيره في هذه الحاله خاص مكاش دير هذه كره القدم دابا حنا قالنا تنعرفوها ها هما حنا لما تشدوا الكره حنايا تشدها مثلا دياز ولا اي اوناحي ولا اي واحد اللي في وسط الميدان لما تيشد الكره تلقى قدامه 11 لواحد هادشي واضح 11 لواحد ايوا كي غنديروا هاد 11 لواحد ديال موريتانيا في لما تتمشي الكره لواحد الجهه تيمشي واحد ثلاثه دائما واحد قدام الكره وواحد من هنا وواحد من هنا باش ما غدوش دائما داك التريونغ اللي تيديروا في كره القدم معروف هادشي هذا قدام الكره دائما واقفين ثلاثه ما عندك الدوزه لا من هنا من هنا اضافه انه اللاعبين اللي تيكونوا ديالنا في الخط الامامي شحال يكونوا اربعه ولكن هذوك الاربعه راه فوق السبعه ديال اللعابه ديال الموريتانيين اذا في هذه الحاله اش غدير؟ هذه الحاله الفرق تيخصهم يكونوا عندهم اللي عنده لاعبين تيعتمدوا على اللياقه البدنيه بحال دابا كون كانوا مثلا المصريين ولا كانوا التوانسه عندهم هذه الامكانيات تيعتمدوا على الكره الطويله تعمل الكره الطويله لانه تيطلعوا بالراس مزيان وتتولي الكره ذاك اللعب المباشر ذاك الكره اللي غطيح ماشي ديك اللي غتبنى لا ذاك الكره اللي غادا تمشي غيربحوا بها واحد 30 ل 40 متر كره طويله لعند اتجاه المهاجمين تلعبوا بهذا الاسلوب. بالنسبه لنا حنا اللي ما عندناش هاد اللاعبين حنا عندنا بن صغير عندنا دياز عندنا زياش ما عندناش ذاك اللاعبين اللي كوستو اللي غيمشي الدبز لا لعب اللي غيلعبوا الكره. إذن في هذه الحالة هذه تتولي تترغم على اللعابة ديالنا أنهم فين ما يشدوا الكرة يلعبوا الكرة القصيرة، تضيع ما تيهمش. إلا غنخافوا من تضيع لنا الكرة، إلا خفتي على تضيع الكرة تدير شي منطق ماشي ديال كرة القدم. الكرة القدم خصها تضيع لك، المهم خصك تغامر تحاول.
كون داروها لمده 90 دقيقه ولا بد. ما يمكنش تقول لي بانه هاد اللعابه اللي عندها هاد الامكانيات غادي نتفاداو داك العاملات الفرديه، حيت العاملات الفرديه ما عندها باش تفيدك. اللعاب غيراو غلول غيلقى واحد موراه، يمكن كاع يدوز الثاني غيلقى الثالث، حيت كثار هما كثار. اضافه انهم بعد ما غترى واش خاصك دير؟ خاصك دير التمريرات العاليه، والتمريرات العاليه كانوا فيها غير اللاعبين الموريتانيين. اذا شنو في هذه الحاله هذه؟ تتولي تدير داك لي تريونجل ديال 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 اللعابه، راه داروها في الاخر لاحظتوا كان تيديرها اوناحي. اوناحي دياز يعطي الاوناحي مشات الله يهنيها، نعاودوا واحده اخرى، نعاودوا الاولى. ما يمكنش تقول لي بانه غادي نلعبوا 90 دقيقه وحنا بهذا الاسلوب ما غندوزو حتى مره، اذا ما عندناش لعابه. اذا هاد اللعابه هاد المهارات علاش انا نخلي دياز ياخذ الكره ويقلب يدوز في وسط واحد والثاني باش يطيحوه، يومين غيطيحوه تنشدوا الكره عاوتاني نعاودوا نبداو جديد. لا، هذا هو الاسلوب، هذا هو النهج التكتيكي. تنقول انا هذا هو باش يمكن لك تلعب. من غير هاد الشيء شي واحد يقول لي غنلعبوا كره غنعلقوها في السماء ونزلوا للشبكه، الكواري الطوال ما غينفعونا شيء. جي اليمنى ما تندوزش منها، رحيمي مشدود الطريق عارفينو واقفين له ما عنده فين يطلع نهائيا. قدامه ثلاثه، المدافع الايسر وهذاك الخمسه الوسطانيين داك اللي على اليسر واقف قدامه، عاد داك القلب الهجوم اللي تيمشي ما بين اليمين واليسر. ايش خصك دير؟ خصك تلعب كره قصيره، والكره قصيره امن بانها غضيع لك، وإلا ضاعت لك هما راه كلهم اللور، راه غضيع لك غاترجعوا هما تيشدوها تيعطيوها لواحد جوج تضيع لهم وناخذوها. خصك هذا الشيء هذا ما تملش منه، والجمهور خصو يتفهم هذا الشيء هذا ويكون عارفه. الا ما عرفوش الجمهور وبقى تيغوت على اللعابه غيبدلوا هذا التكتيك ونطيحوا في الشيء اللي طحنا فيه. تضيع لهم الكره بزاف، خاصها تضيع لهم الكره، وخص المدرب يقول لهم لعبوا الكره ولعبوا ذاك الكره بين جوج وخليها تضيع الاولى والثانيه والثالثه، حنا بغينا غير نربحوا. ما يمكنش 90 دقيقه ما غنسجلوش كره ولا نسجلوش ديال الاهداف. انا هذا هو التحليل. اما بدل التكتيكي وبانه هكا هضر هكا، لا ما 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 لا، خص الواحد يقولوا بديش خصو يدار. كرة القصيرة لما تكون عندك فرق بهذا الشكل هكايا، شوفوهم دابا السيتي ملي تكون لعبة السيتي، دابا خذوا انا نعطيكم مثال وشوفوا الا قلت شي حاجة ماشي هذيك النوبة اللي ما جاتني ان شاء الله الى حين الله، قول يا ودي لهاد الهضرة اللي قلت لك لا ما كايناش، حنا تنشوفوا السيتي لما تيلعبوا مع الفرق يا الفرق تيديروا الدفاع، شنو كانوا يديروا؟ تيبقاو يديوها ويجيبوها اللي من هنا هكا عاود رجعها عاوديها عاوديها، تيبقى حتى يلقى واحد المنفذ ويعطي ذاك لاباس. هذه هي كرة القدم، بقى تلعبها تلعبها وانت عندك اللعبة اللي راه دير البال، عطيها لي ردها لي ديها وتردوها اللور كاع الحارس كاع تيرجعوا عاوتاني يبداو يبنيو ديوها. راه والكر من والكر ديال هذا ديبرون عاود ردوها داوها وجابها تيقلبوها حتى يلقاو، تيبقى بحال قلتي تيديروا 20 تمريره باش يربحوا 6 متر وهما طالعين بالكره تضيع عليهم، عاودوا يجيبوا يعاودوا. ماشي واحد وقت يقبط هذاك تيقول لك هذاك فودين تيقول لك انا بلعب غير بوحدي، نبقى غادي بوحدي كل ساعه، انا غادي بوحدي، انا غادي ماجي. لا ما كاينش هادشي هذا، غتلعب الكره لما تيكون عندك دفاع بهذا الشكل هكايا، الا ما لعبتيش كره قصيره يستحيل تسجل. ما عادها تنقول لك الا كان عندك لاعبين بديلين قويين قامه طويله والكواري طوال، في هذه الحاله هذه تيمكن لك تلعب بهذا الاسلوب هذا، تيمكن له يربحك.